مساء الخير. منذ قليل أصدرت محكمة مستأنف في القاهرة الاقتصادية حكمها بتبرئة مشاهير تطبيق تيك توك حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الصادر من قبل بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة قدرها 300,000 جنيه. واللي ما يعرفش تفاصيل هذه القضية، قضية حنين حسام ومودة الأدهم، حنين حابين نذكر حضراتكم بأنهم تم إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم في شهر يوليو العام الماضي، واتوجهت ليهم 9 اتهامات وهي الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر وتلقيهم تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما تم تحقيقه من مشاهدات، وأيضا نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين ليهم، والتحريض أيضا على الفسق، وهما عضوتان بمجموعة واتساب لتلقي تكليفات استغلال الفتيات وتشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير الهواتف والحسابات، وبناء عليه تم إحالتهن للجنايات. طيب، عايزين نعرف كواليس أكتر. هيكون معانا عبر الهاتف الأستاذ محمد سمير محامي حنين حسام. مرحب بيك يا فندم. مساء النور يا فندم. أستاذ محمد، عايزين نعرف كواليس ما حدث اليوم في هذه القضية. أولا معاكي محمد سمير المحامي مدير مكتب دكتور حسين البقار المتولي الدفاع عن المتهمة الثانية حنين حسام. أولا إحنا كان عندنا يقين في قضاء العادل ببراءة المتهمة الثانية من التهم المنسوبة عليها في القضية المعروفة بفتاة التيك توك. معليكي، هو إحنا كان في أصلا اتهامات متوجهة لينا ليس لها أي أساس من الصحة، وده اللي أثبتته النهاردة المحكمة الاقتصادية ببراءة المتهمة الثانية من جميع التهم المنسوبة إليها. طيب، عايزة أعرف يعني الدفاع يعني الخاص بيكم كمحامين عن المتهمين، كنتوا بتستندوا لإيه علشان كده تم الحكم النهاردة بالبراءة؟ معليكي، إحنا كنا ماشيين بتوجيهات دكتور حسين من أول حضور التحقيق، سواء اللي حضر معاها أي من الأساتذة، سواء أستاذ إيهاب المنصوري أو أستاذ محمود المداح. إحنا حضرنا معاها. الاتهامات اللي كانت متوجهة إلينا من قبل النيابة العامة ليس لها أي أدلة، واحنا كنا بنوجه دفاعنا بناء على الاتهامات. انا كنت بعاقب بخصوص الماده 25 من قانون 170 مخالفه عادات وتقاليد المجتمع المصري. ايه يا معليكي مخالفه عادات وتقاليد المجتمع المصري؟ عظيم، كامل يا فندم، سامع حضرتك. هي غير في سينا، هي دي التهمه اللي انا بحاكم بيها بالنسبه للمتهمه الثانيه، والمحكمه تفهمت ده وعلى اساسه حكمت بالبراءه. احنا بقالنا 8 شهور على ذمه القضيه تاجيلات سنه قضائيه، والحمد لله النهارده صدر حكم بالبراءه. طيب، عايز اعرف منك، يعني اكيد كنت موجود النهارده اثناء نطق بالحكم، رد فعل حنين حسام ومودة الادهم وطبعا اكيد ذويهم واهل يعني المتهمتان، عايزين نعرف كان رد فعلهم ايه النهارده وهم بيتلقوا خبر البراءه. معنيك أكيد فرحة غير طبيعية، يعني واحدة حاسة بالذنب وبأنها مقيدة الحرية بقى لها 8 شهور محرومة من امتحانات، طالبة جامعية، معنيك فرحة غير طبيعية، والدها ووالدتها أغمى عليهم الفرحة. طيب، يعني لو تقول لنا يعني إمتى هيتم الإفراج عنهم؟ هل هيرجعوا بقى للإسم تاني؟ الإجراءات هتبقى عاملة زي فندم أو شكلها إيه؟ هو بي بي بيتم الكشف على المتهمين كلهم، لو أي حد فيهم عنده أي حكم في التنفيذ بيتم التنفيذ عليه، وهو النهاردة إن شاء الله هيتم الإفراج عنهم بالإسم الساحي، المتهمة التانية تتبع إسم الساحي. طيب، عظيم. طيب، هل كان في أي تعهد أخذته المحكمة على المتهمتين يعني بعدم الرجوع مرة أخرى للاستخدام يعني اللي شايفينه بيخل بمبادئ المجتمع والأسرة المصرية، إن هم مش هيعودوا مرة أخرى بطريقتهن يعني لاستخدام التيك توك ولا أي حاجة؟ فندم برنامج التيك توك ده برنامج مصرح من وزارة الاتصالات، ما لهوش أي مشكلة، ولا يعني المحكمة ما خدتش أي إجراء.
وعلى اساسه حكمت بالبراءه. براءه بدون اي مصاريف يا فندم، كانت قبل كده طبعا المحكمه بالنسبه للمتهمه الثانيه حنين حسام. بالنسبه للمتهمه الثانيه حنين حسام البراءه، بالنسبه للمتهمه الاولى مودة الادهم ايدت حكم الغرامه. يعني المودة الادهم يعني هيطبق عليها حكم الغرامه ب 300 الف جنيه، الغاء حكم الحبس يا فندم، والغاء حكم الحبس يعني تدفع بس غرامه اللي هي قدرها 300 الف جنيه. اما حنين حسام براءه وبدون طبعا القدر يعني الغرامه اللي كانت مقدره من قبل كده، صح يا فندم؟ تمام يا فندم. تمام. على كل وعلى فكره الدكتور حسين كان عامل لقاء برضو على قناه اليوم السابع وكان موضح ملابسات القضيه كامله. طيب على كل حال بشكرك ومبروك البراءه بما ان حضرتك محامي المتهمتين. يعني انا مدير مكتب دكتور حسين بقار محامي المتهم حنين حسام. حنين حسام الف الف مبروك عموما البراءه، وان شاء الله يعني تكون معانا بقى في قضايا اخرى باذن الله ما تكونش فيها محل جدل ولا اي حاجه ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله. ان شاء الله. كبير محامي حنين حسام المتهمه من قبل من انها طبعا قضيه المعروفه اعلاميا قضيه التيك توك هي ومودة الادهم. النهارده تم الحكم بتبرئه المتهمتين مع طبعا تغريم مودة الادهم فقط ب 300 الف جنيه، المبلغ اللي تم يعني تقديره من قبل المحكمه الاقتصاديه سابقا. اما حنين حسام فتم تبرئتها وكمان رفع عنها مقدار الغرامه التي يعني طبقت عليها من قبل ان تصدر المحكمه وتصدر الستار النهارده ببراءه المتهمتين. شكرا جزيلا للمتابعه، وانتظرونا دائما في متابعات اخباريه على مدار اليوم، والى اللقاء.